السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلم. إذن وصلنا إلى مربط الفرس، السفر المحايد الكلي المطلق الذي ليس كمثله شيء، لا في الوجود ولا في اللاوجود. نقطة الوسط الأساسية والمطلقة والكلية. الحديث عن هذا السفر المحايد سوف لا يكون سهل، ولكن في نفس الوقت سوف لا يكون مستحيل. وقبل أن نعطي وجهة نظر الغنوصية الأصلية أو الفطرة الإنسانية لهذه الحالة التي يطلق عليها السفر المحايد، يجب أن ننظر إليه على حسب المعتقدات الإنسانية. طبعا سوف لا أخذ كل دين لوحده، لأن ذلك صعب وسوف يأخذ لنا وقت طويل جدا وندخل في التفاصيل المملة، وإنما سوف أتكلم على حسب الوحدات الأساسية. لو نظرنا إلى الإنسانية الآن بصفة عامة، سوف نراها مقسمة تقريبا إلى عدة مجموعات كبيرة. فهناك ما هو موحد، وهناك من هو مثلث، وهناك من يرفض الحديث عن هذه الحالة ويتركها مجهولة، وهناك من لا يؤمن بوجودها أصلا. إذن لو نظرنا إلى محاولات فهم هذه الحالة، سوف نجدها لا تخرج عن 4 مجموعات كبيرة. ولو أضفنا إليها رأي الغنوصية أو الفطرة، سوف تصبح 5. خلينا نبدأ بمن لا يؤمن بوجودها أصلا، اللي نطلق عليهم الملحدين. نحن نعلم أن الملحدين يستعملون تقريبا 3 طرق من أجل الحصول على المعرفة. الطريقة الأولى هي الطريقة المادية، والطريقة الثانية هي الطريقة العقلية المنطقية، والطريقة الثالثة هي الطريقة الحسية. نبدأ بالملحد المادي. احنا نعرف اللي الملحد المادي يعتمد على البحث العلمي الثابت الذي يعتمد على التجارب والمعطيات العلمية الملموسة، فهو يبحث داخل المنظومة المادية ويعتمد أدوات قياسية مجربة ومتكررة. يعني وقت يعمل التجربة يجب أن يصل دائما إلى نفس النتيجة. فالمقياس أو الميزان العلمي نوعا ما ثابت لأنه مجرب على المادة. إذن المقياس العلمي يتوقف عندما تنتهي المادة. كل المقاييس العلمية لا يعود لها أي قيمة خارج إطار المادة. ولهذا الملحد المادي بكل ما يملك من أدوات علمية يبقى عاجز كليا عن البحث ما وراء الكون المادي. ونحن نتكلم على حسب الآن والأدوات العلمية المتوفرة لدى الإنسان. لا ندري في المستقبل إلى ماذا سوف يصل الإنسان إليه. إذن الملحد المادي يقول أنا أبحث داخل المنظومة الكونية المادية، وإلى الآن لم يعترضني رب، إذن أنا
لا أؤمن برب، لأن المنطق العلمي المادي يقول ما ليس لدي عليه دليل فهو إذن غير موجود حتى يثبت لي العكس. طبعا إلى هذه الساعة كل الأدوات العلمية اللي موجودة عند الإنسان لم تصل بعد إلى الصفر المحايد المطلق، بل هي ما زالت داخل هذا الكون وهذا الوجود. حتى ما نطلق عليه لا مادة أو ضد المادة أو الفراغ أو العدم هو بعيد كل البعد على هذه الحالة الصفرية المطلقة، بل تعتبر ضمن العالم الكوني المادي. إذن الملحد المادي أو العلم المادي لم يصل بعد إلى ما يسمى الصفر المطلق المحايد، لهذا ليس له رأي في الموضوع، وهنا يستعمل ما يسمى العقل والمنطق الإنساني لفهم ما وراء هذا العالم المادي. وهنا الملحد يصل إلى تصور ما يسمى بالصفر المطلق أو العدم المطلق، ويمكن أن يتصور ما وراء العالم المادي الذي هو متمثل في الرياضيات وما يسمى قبل الصفر والعالم السلبي وغيرها من تلك الأمور، ولكن تبقى محدودة بالمنطق الإنساني داخل المنظومة الكونية، فتعتبر كل هذه التصورات هي مجرد افتراضات لا أكثر ولا أقل. والمعضلة الكبيرة لما يسمى الملحد العقلاني هو هل أن الوعي يسبق المادة أم هو صادر عن المادة، وهل هناك وعي كلي أم لا. هذه الأسئلة الوجودية العقلية المنطقية بحثها العقل الإنساني منذ أول تاريخ الوجود للإنسان العقل، وإلى الآن لم يصل العقل الإنساني لتصور أو إثبات وجود وعي قبل الوجود الكوني. إذن لأن ليس هناك أدلة منطقية وعقلية تدل على فهم ما يسمى الصفر المطلق المحايد، يصمت على الإجابة ويضع عدة افتراضات يعتبرها مجرد افتراضات ليس لها أي أساس من الصحة المنطقية. إذن يعتبر ملحد منطقي لأنه لا يمكن له فهم هذه الحالة، ولا يمكن أن يؤمن بشيء عقله لا يمكن أن يدركه، كما تطلب من طاولة أن تؤمن بصانعها. إذن هو ملحد منطقي، وهنا نتحول إلى ما يسمى بالملحد الحسي أو نطلق عليه أيضا الملحد الإنساني. هذا بالحس والأحاسيس الداخلية يمكن أن يصل إلى الإحساس بما يسمى بالصفر المطلق المحايد، ولكن إحساسه لا يجعل منه يؤمن به كرب، وإنما كعقل كلي، كحس كلي لا أكثر ولا أقل.
خاصة إن هذا الملحد الإنساني أو الحسي عندما ينظر إلى الكون وإلى العالم ويرى الظلم الموجود وعدم التوازن والمصايب والفيضانات وكل هذه الأمور، يصل إلى إحساس داخلي إنه لا يمكن أن يكون لهذا الوجود رب مسير. إذن فهو ملحد بالإحساس الداخلي اللي فيه، أي نوعا ما هو مؤمن بأن ليس هناك رب، وهذا أقرب ما يكون لما يسمى الفكر الفطري الغنوصي الأصلي اللي باش نتكلم عليه في الآخر. إذن هؤلاء الذي لا يؤمنون بهذه الحالة، لأن أولا الأدوات العلمية والعلم لم يصل بعد إليها، أو لأن المنطق الإنساني والعقل الإنساني غير قادر على فهمها وإدراكها، أو لأن الحس الإنساني الراقي لا يقبل أن يكون العالم على ما هو عليه ويكون له رب ويكون هذا السفر المحايد رب. إذن هذا هو فهم ما يسمى الملحدين لهذه الحالة التي نطلق عليها السفر المطلق المحايد. وهذا الإلحاد الحسي هو قريب جدا كما قلت للفكر الفطري الغنوصي، وفي نفس الوقت قريب للإيديولوجيات الدينية أو الأديان الفلسفية التي لا تريد أن تتحدث عن هذه الحالة، وهي المجموعة الثانية اللي قلنا عليها إنهم يعتبروا هذه الحالة مجهولة كليا ولا يمكن الحديث عنها. هؤلاء استعملوا أدوات أخرى، للأدوات العلمية للأدوات العقلية ولا الأدوات الحسية الإنسانية الآنية والفردية، وإنما استعملوا ما يسمى بالسمو في الذاكرة الكونية أو ما نطلق عليه الحس الكوني، ليس الحس الإنساني الفردي، ولهذا نطلق عليهم الديانات الفلسفية نوعا ما أو الديانات الروحية الراقية، لأنها تشمل كل الكون. واستعمال الحس بالعودة إلى الذاكرة الأولى القديمة، الذاكرة الكونية. هؤلاء عندما يصلون إلى ما يسمى بالسفر المحايد المطلق لم يعد لهم أي إحساس، إذن يعجزون عن الحديث عن هذه الحالة، وإنما يتكلمون بعد هذه الحالة، ويعتبرون هذه الحالة هي بعيدة كل البعد عن الإدراك الإنساني، ولكن يؤمنون بها أو يهملونها ولا يهتمون بها، لأن بالنسبة لهم بعيدة كل البعد على الحس البشري. ونجد ذلك واضح وجلي في البوذية مثلا أو في الطاوية أو الشنتوكية أو الشمانية أو الديانات نتاع ما يسمى الهنود الحمر، وفي الديانات التي نسميها ديانات الشرق الأقصى، طبعا نقصد بها ديانات الشرق الأقصى الصين وغيرها من الديانات الموجودة في شمال آسيا، وكل الإيديولوجيات التي تؤمن بعالم الطاقة والروحانيات
وغيرها من تلك الأمور، فهي تعتبر الصفر المطلق المحايد حالة غريبة وبعيدة، وإنما يجب البحث لما هو بعدها في الظهور، ويعتبرون إن هذه الحالة المجهولة هي مصدر الطاقة ومصدر الروح ومصدر الوعي ومصدر النفس، ولكن لا يقولون عنها إنها رب، ولا يتكلمون عنها ولا يصفونها ولا يقتربون منها أصلا. بالنسبة لهم علامة استفهام، فهو نوع من الألحاد الروحي، ما يسمى بالروحانيات الإنسانية. وهذا النوع من الإيمان يقرب كثير لما نطلق عليهم اللا أدريين، بحيث أن هناك اللا أدريين روحانيين وهناك لا أدريين ماديين. إذن هذه المجموعة الثانية التي تضع علامة استفهام أمام هذه الحالة وتهتم بما بعد هذه الحالة، ولا تجزم بوجودها أو عدم وجودها ولا تتحدث عنها أصلا. إذن الآن ننتقل إلى المجموعة الثالثة اللي هي المثلثة، والتي تؤمن بالتثليث. فهذه هي أول من أرادت أن تفهم وتعطي تأويل لما يطلق عليه الصفر المطلق المحايد. طبعا هذا التأويل اعتماد على المصدر الأصلي للفكر الفطري الغنوصي الأول، وهذه ديانات ما نطلق عليه ديانات الهند الفيدية والبراهمية والهندوسية وغيرها من ديانات شرق آسيا الجنوبي. قبل أن أتكلم على المجموعة الثالثة، هنا أردت أن أوضح شيء، إن عندما أتكلم على هذه المجموعات أو هذه الإيديولوجيات وهذه الأفكار، أنا أتكلم عن أرباب هذه الأفكار اللي أوجدوا هذه الأفكار، سواء الإلحادية بجميع أنواعها، سواء التي لا تريد أن تبحث أصلا في الصفر المحايد المطلق، سواء الذين يؤمنون بالتثليث، سواء الذين يؤمنون بالتوحيد. فكل هؤلاء الأرباب كلهم بدون منازع كانوا مطلعين اطلاع كلي على الفكر الغنوصي الفطري. ولا أتكلم على القطيع والتابعين لكل هذه الإيديولوجيات والفلسفات والأديان، فهؤلاء لا يعلمون شيء، فهم يتبعون، يقول لك أنا ملحد وما هوش عارف علاش هو ملحد، ويقول لك أنا بوذي ما هوش عارف علاش هو بوذي، ويقول لك أنا كذا أو كذا أو أنا لا أدري أو أنا ربوبي أو أي شيء آخر، ولكن ما يعرفش من فين جاء هذا الكل، وإنما يتبع تأويلات أرباب هذه الإيديولوجية. مثلا نضرب لكم مثال، مثلا مفكرين وأرباب الإلحاد المادي، هم اطلعوا على كل هذا العلم ثم قالوا احنا ما نحكيوش على السفر المحايد هذا، ما يهمناش في ربه، احنا عنا علم مادي، وبناوا النظرية متاعهم على ان هناك العالم المادي هو اللي يجب البحث فيه، اذا انا ما نمرش برب. نفس الشيء بالنسبة للملحدين العقلانيين واللي اتوا بالفكر الإلحادي الفلسفي، أو ما يسمى بالملحدين الإنسانيين، أو ما يسمى بالديانات الفلسفية الطاوية البوذية مثلا، اللي تبع بوذا ما يعرفش بوذا من فين جاب الفكرة بتاعه. بوذا
بحث الفكر الغنوصي وشاف السفر المحايد وقال هذا فك علينا منه ما نحكيوش عليه لأتباعنا، وبنى النظرية متاعه بعد السفر المحايد المطلق. وهكذا بالنسبة لكل الإيديولوجيات، يعني اللي تشوف فيهم توا يتبعون إلحاد أو لا أدرية أو ربوبية أو دين شرق أقصى كما الطاوية، وإلا مثلا الطاقة، وإلا البوذية، ولا تلقاه مثلا يتبع دين الهند سواء الفيدية أو غيرها أو الديانات ما يسمى الإبراهيمية، كلهم يتبعون فهم ما يسمى علماء هذه الإيديولوجيات اللي هما عندهم اطلاع كامل على ما يسمى بالفكر الغنوصي الفطري. وهكذا يفعل اليوم ما يسمى أغلب المعلمين اللي تشوف فيهم سواء في الحقيقة سواء على الانترنت، يطلع على العلم الأصلي الفطري الغنوصي ويبني نظرية ويدعو لها الناس، يقول لهمش التفاصيل كيفاش هو وجدها، وإنما يعطي التأويل امتاعه ويقنع الناس، والناس اتبعوا وتنبهر به وتسخايبوا عالم كبير وتسخايبوا نبي وتسخايبوا معلم وتسخايبوا رسول وتسخايبوا عنده قوة الطاقة وعنده قوة روحية وإنه يداوي وإنه متصل بقوة غيبية وكل هذه الخرافات، بل كلهم مطلعين حتى ما يسمى اليوم بالفلاسفة والمفكرين والمبدعين والعلماء الكبار، حتى المخترعين واللي يجيبوا نظريات علمية جديدة، كلهم مطلعين على هذا العلم. لا يمكن أن تكون عالم ومبدع وإنسان عندك قوة باش تأثر على الناس وما تكونش مطلع على هذا العلم الغنوصي الفطري الأصلي. حتى ما يسمى بالأحزاب السياسية سواء الشيوعية سواء الرأسمالية أو الليبرالية وغيرها، كلهم مطلعين على هذا العلم وبناوا عليه تأويل خاص بهم ودعاوا الناس ليه، والناس تتبع وهي منبهرة وتقدم نفسها وروحها وتقتل روحها من أجل هذه الأفكار، وتدخل في صراعات وكراهية وسب وحروب وغيرها من هذه الأمور، وسيطرة وتكوين جمعيات وحركات ولوبيات، وكلها كل واحد يحب يسيطر على العالم أو يسيطر على الآخرين، واللي يكون عنده أكثر أنصار هو اللي يكون عنده قيمة ويكون مهم. طبعا أقصد بأنصار يعني قطيع يتبعوا، والقطيع ينجم يكونوا من العامة وينجم يكونوا من المنظمين أو من رؤساء الأحزاب وغيرها، بينما وراء كل ذلك هناك أرباب وراء كل هذه الإيديولوجيات وهذه النظريات اللي هما يعرفوا الحقيقة ويحاولوا ساعات يصلحوا ويبدلوا باش الفكر بتاعهم يجيب لهم أكثر أنصار ممكن وينجموا يسيطروا على العالم. هذه هي الصراعات اللي موجودة في العالم اليوم ومنذ آلاف السنين، هو تأويل للفكر الغنوصي لكي يقبلوه عامة الناس وتنجم تقدم روحها ونفسها وفلوسها ووقتها وحياتها وإنسانيتها لهؤلاء الأشخاص اللي هما من بين بعضهم يعرفوا الحقيقة وعايشين حياتهم وقاعدين يشوفوا في العالم يتعارك ويتقاتل ويتكاره ويتباغض وهما عايشين بخير. إذن كل إنسان يتبع إيديولوجية معينة مهما كانت، أو فكرة أو حزب سياسي أو أي شيء مهما كان،
فهو مجرد حمار يركب عليه من أجل أن يحقق آخرين أهداف شخصية وحزبية أو إيديولوجية أو دينية أو غيرها. طبعا الفيديو منحبهاش تدوم أكثر من نص ساعة، لهذا سوف أترك الحديث عن ما يسمى التأويل للفكر الغنوصي الأصلي على أساس إنه تثليث وعلى أساس إنه توحيد في الفيديو القادم، بينما هنا أختم هذه الفيديو بقول راك بعد الاطلاع على العلم أو الفكر الغنوصي الأصلي يمكن أن تبني لنفسك إيديولوجية خاصة بك تناسبك على قد قياسك، ومكش مجبور باش تتبع أي حزب أو أي دين أو أي إيديولوجية مهما كان، وتطورها أنت بشوية بشوية وحدك وحدك، وتتطور أنت معها خير لك من اللي تكون مجرد ظهرا فيركب وقطيع تابع فلان ولا تابع فلان، وتخسر حياتك وتضيع هذه الفرصة الثمينة لوجودك في هذا الوجود، وتكون رب نفسك ونبي نفسك، وانت المؤمن بما توصلت له انت. من بعد كان الفكر اللي توصلت له يكون قريب لاتجاه معين مهما كان، سوى الإسلام سوى اليهودية سوى الطاقة سوى الإلحاد، وقتها تقول أنا ملحد أو أنا مسلم، تقولها وانت مقتنع بما توصلت إليه أنت، ولم تتبع لا فلان ولا قريت كتاب فلان ولا قال فلان ولا أول فلان. بعض الأشخاص مثلا يقولوا لي معناتها المصادر وفلان قالها ولا ما قالهاش يعني وكذا، شيمني في رب وأنا فلان، هذيك وجهة نظر. أنا حتى وقت نقرأ كتاب ما نقراهش بطريقة أنه هو الكل في الكل، نحاول باش نفهم من وراء هذاك الكتاب. أنت وقت تعرف هذا العلم الغنوصي الفطري وتفهمه وتعيه وتدركه، تولي كل ما تقرأ كتاب مهما كان تعرف هذاك الشخص من فين خرج الفكرة هذيك، وهذه هي القوة اللي تخليك إنسان حر، تخليك إنسان قائم بذاتك. كما نقول ونعاود نقول، حتى حد ما رب حد، كل واحد رب نفسه. أنا شخصيا استفدت من هذا العلم باش كونت ما يسمى بالإيمان الإلحادي متاعي، ولكن بنيته بطريقة خاصة. صحيح هو يناسبني أنا شخصيا، ولكن يمكن أن يناسب الكثير في عدة أشياء، ويمكن أن أستفيد من شخص آخر كون الروح إيديولوجية، ما فما حتى مشكل أني ناخذ أفكار من أشخاص أخرين وأني نزيد أفكار للأفكار متاعي، هذا ما فيه حتى مشكل. وأنا شخصيا كان يمكن ما نقولش العلم الغنوصي ونجي نقول لكم هيا راهو نزل علي الوحي، ولا راني عندي علم لدني، أو اطلعت على الكتاب الذي لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ونجيب لكم قصة ونعمل روحي هيلمان ونولي نتكلم جدي ونكسب أنصار ونجيب معناتها أشخاص يؤمنوا بالفكرة متاعي ونعطيهم مقابل ويوليوا يدعيوا ليا. فما كل أسلوب كيفاش تولي نبي أو تولي عندك إيديولوجية منتشرة أو فكر منتشر، كلها تقوم على الفكر الغنوصي الفطري. وتو كي تزيدوا تعرفوا الفكر الغنوصي الفطري تو تفهموا كل شيء وتفهموا انتوما فاش عايشين. ولكن انا رفضت باش نكون ساقط اول شيء، وثاني شيء لاني اؤمن اني مادام انا فهمت هذه الامور ان هناك كثير يمكن ان يفهموا هذه الامور، كما ان الفكر الغنوصي بحد ذاته يقول ان الانسانيه باش توصل يو وتفهم هذه الامور. وانا نشوف ان الانسانيه بدات توصل باش تفهم هذه الحقائق
وإنها تعيش في آخر مراحل المراهقة، وإنها باش تدخل ما يسمى سن الشباب والمسؤولية والاعتماد على النفس والحرية الفكرية بدون أن يستغلوا حتى إنسان. طبعا ليس كل الناس باش ياخذوا حريتهم، ولكن أنا متأكد أن هناك كثير باش ياخذوا حريتهم، وكثير باش يلقاو رواحهم في هذا الفكر في انتظار البشرية تتطور أكثر وأكثر. ونختم هذه الفيديو بقصة بسيطة حكاها لي أحد المعلمين. وقت سألته في يوم من الأيام، قلت له أنا معنتها ما نجمش، معنتها ما ناخذش أفكار من أشخاص أخرين، كيفاش تحبني كل فكرة نكون أنا وصلت لها وحدي؟ الجواب متاعه كان جدا جميل. قال لي اسمع يا ولدي، الفرق من بين إنسان يتبع ومن بين إنسان الفكرة نابعة من داخله كما الفرق من بين إنسان مثلا يجي يحكي لك على باريس، وانت عمرك ما مشيت لباريس، وانت تصدق وتاخذ كل كلامه بالحرف وتولي تحب باريس كما هو حبها، وانت عمرك ما مشيت لها اصلا، وتحكي على باريس كأنك انت مشيت لها وانت عمرك ما مشيت لها، اعتماد على الكلام بتاعه. بينما لو حكى لك على باريس وانت مشيت لها قبل ووافقته، يعني الفكرة عندك في الداخل متاعك ووافقته عليها، هذه تتسمى الفكرة هي من داخلك، ولكن هو أثبتها لك فقط. أو مثلا يحكي لك على باريس تسمعه، من بعد تمشي أنت لباريس وتشوف اللي الكلام متاعه صحيح عن باريس، إذن هنا الفكرة هي تعتبر متاعك لأنك عشتها. هذا هو الفرق من بين إنسان يتبع النقل وإنسان قطيع وإنسان جاهل، ومن بين إنسان حر وإنسان يعتمد على تجربته الشخصية. هناك إنسان يمشي يقرأ كتاب ويجي عاود فكرة كما قالها فلان ولا قالها فلان، لأن فلان قالها بالنسبة لي حقيقة مطلقة. ومن بين إنسان يعاود في فكرة إنسان آخر لأن تلك الفكرة هو حسها في داخله، مقتنع بها وعاشها وبحثها وتعرف عليها. هذا هو الفرق من بين إنسان ينقل الكلام فلان وفلان وفلان، ومن بين إنسان ينقل كلام فلان وفلان وفلان ولكن عاش هذه الفكرة. هذا هو الفرق من بين من يتبع النقل ويتبع العقل. إذن أنا أؤمن بفكرة ليس لأن فلان ولا العالم الفلاني ولا الكتاب الفلاني قالها، لا، أؤمن بفكرة لأني حسيتها وعشتها هذه الفكرة. حتى كي ندافع عليها ندافع عليها وأنا عندي اقتناع، لأني أعبر على إحساس داخلي في الداخل متاعي عشتها، وإن كنت أنا مش أول واحد قلتها. إذن أظن المثل واضح ويوضح الفرق من بين إنسان مؤمن بحاجة وإنسان يتبع كالقطيع. شكرا على المتابعة، شكرا على التوزيع، شكرا على التشجيع، ومع فيديو قادم وبسلامة.